السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم طلاب الصف الثالث المتوسط. أرحب بكم بدرس جديد معكم الأستاذ محمد النوفلي. اليوم راح أشرح لكم القطع مال الكتاب وأقول لكم وين موجودات بيا سؤال. صراحة اليوم مريض، بس أني أحبكم هالقد أحبكم أني، وكل حب وكل الحب والاحترام لكم. هذا الشيء خلاني رغم مرضي أسوي لكم هذا الفيديو. حبايب قلبي، انتبهوا لي زين وياي وركزوا لي على كل شغلة راح أقول لك إياها. قطع الكتاب هو أكثر شغلة تخوف الطالب، ويقول لك ما أقدر أقرأها، لا قريت الإنسان. بس اليوم راح أفهمك شلون يجنك ومنين وشلون. تعالوا وياي شوف، إحنا قصص الكتاب أو القطع مات الكتاب اللي هم القطع عندنا نوعيتين، تمام؟ طيب عندنا نوعية قصص ستوري يسمونها ستوري تايم، وعندنا نوعية ثانية شنو اسمها الأخرى، هي استيعابية. طيب هذه الستوري تايم يجيني بالسؤال الرابع، الصفحة الثانية يعني، وهذا يجيني بالسؤال الثاني. تعالوا خلونا نعرف يا هن القطع الاستيعابية ويا هن القطع، حتى نفهم شنو هن، حتى نعرف على شنو نركز، شلون نقرأ، طيب وشلون تجي الأسئلة. زين، بالنسبة للستوري تايم، لأن جماعة الستوري تايم يكون مكتوب يمك بالكتاب أو بملزمتي أيضا، ستوري تايم مكتوب لك يمك ستوري تايم فوق بالقطع، يقول لك أن هاي ستوري تايم. هذه الستوري تايم وين تجيني؟ هسا أقول لكم شوي، بس خلونا نعرفهم من هن. الستوري تايم أولا عندنا قطعة كريم، هذا باليونت الأول. باليونت الأول عندنا قطعة، إذن باليونت الأول عندنا لاكي كاستمر اللي هو الزبون المحظوظ، اللي هي قطعة كريم اللي هي موجودة في صفحة 14، هاي أول قطعة. ثاني واحدة قطعة الكرم اللي هو قطعة البطل، The Champion اللي هو قطعة البطل، اللي هي بتابعة لليونت الثاني وموجودة في صفحة 28، قطعة كرم، هذا اللي راح ينقذ البنت. زين، ثلاثة قطعة حمد اليونت 3، عندنا قطعة حمد وأبوه وإخوانه لما حصل البيت من عندهم قشمرهم طول البيت، وهذا موجودة في صفحة 40. القطعة الأخرى وهي درس، قطعة بعنوان A Powerful Lesson for Everyone، يعني معناها درس قوي أو درس مهم لكل شخص، موجودة باليونت الخامس في صفحة 60، واليونت السادس Hard Work Pays، يعني معناها العمل الجاد يثمر أو يعطي نتائجه، موجودة في صفحة 74 وهي تابعة لليونت السادس. أما في اليونت السابع فيوجد لدينا قطعة Together for Better School، معا لمدرسة أفضل أو معا لبناء مدرسة أفضل، موجودة في صفحة 86 وهي تابعة لليونت السابع. هذه القطع كليتها اللي هن كم وحدة؟ ستة. شوف ستة، 1 2 3 4 5 6، ست قطع. هاي ست قطع وين يجينا عليها السؤال؟ احنا مو راح يجيبون لنا اسئله مال انجليزي، اسئله انجليزي صفحتين الاولى والثانيه، الصفحه الثانيه انت تقلب على الصفحه الثانيه راح تلقى سؤال ثالث فرع ايوبي، من علاقه فيه. ننتقل وين؟ ننتقل على السؤال الرابع فرع اي، انتبه لي زين، السؤال الثالث فرع اي. ايش مكتوب لك هنا؟ ستوري تايم، ستوري تايم، انا عامل اليوم وجعني ما اقدر اعيد. ستوري تايم، يلا عيد وياي، ستوري تايم. عافيه. طيب هذه الستوري تايم اسئلتها سهله، يعني مثلا يقول لك كريم واز ذا فيرست، يعني كريم اول شخص باي ذا بوك، يعني كريم هو اول واحد اشترى الكتاب. احنا مو قلنا كريم هو شيء متاخر، اذا هاي قال لك ترو فولس، تقول لا فولس. فالاسئله سهله، شو جايب لك اياها ترو فولس، فراغات، اختيارات، اسئله كلش سهله، يعني لو بس قاري وياي تنجح وتجيب درجه زينه. اما هذا انت ما قاري، لو نضيف الكتاب والاسئله ما تحل. زين، ويعني اسئله اخرى، اسئله سهله وان شاء الله ما بها اي صعوبه، اللي يقرا وياي ماكو مشكله، وانا وياكم حتى بليله الامتحان راح اسوي لكم مراجعه، اسوي لكم بث مباشر. حلو. زين، أما النوع الآخر من الأسئلة، أما النوع الآخر من الأسئلة، النوع الآخر من الأسئلة حبايب قلبي
وهي أسئلة القطع الاستيعابية. أسئلة القطع الاستيعابية هي مو مثل الستوري تايم، شوية أقل مهم أهمية من عندها. بالمناسبة كلهن يعني هذا السؤال 6 أسئلة تجاوب على 5. لحظة أنا مكتوب 6، شوف هاي 6، أنت تجاوب بس على 5. طبعا هذن هم نفس الحالة. اسم القطع، اسم القطع هذني راح أقرأ لكم القطع وأقول لك وين موجودة. طبعا ما كاتب لك إذا هي بالملون أو بالنشاط، حاط لك رقم صفحة، وبعدين أقول لك وين موجودة بيا سؤال وشنو نمط السؤال بيها. طيب فهنا أنت شو تسوي؟ هنا اسم القطعة هو جواهر مول. هاي القطعة جواهر مول، القطعة موجودة بكتاب النشاط في صفحة 5. حلو. قطعة ثانية وهي قطعة The Car of the Year، سيارة الموسم. وين موجودة هاي؟ موجودة في كتاب الطالب الملون يعني، في صفحة 7. القطعة الأخرى قطعة تي في كوميدي اللي هي قطعة لوسي سمارة. وين موجودة هاي؟ موجودة في صفحة 24 من كتاب الملون. القطعة الأخرى أسرع الكائنات الحية اللي هي قطعة الصقر. وين موجودة؟ موجودة في كتاب الملون في صفحة 35. القطعة اللي بعدها اللي هي اليونت الرابع يعني قطعة إبراهيم لايف ستوري، قصة حياة إبراهيم أو الدجاج وقصة الفهود. هاي وين موجودة؟ موجودة في صفحة 65. أحبكم طلاب الثالث المتوسط، هل قد أحبكم؟ إيه هل قد أحبكم؟ زين إيه هل قد؟ زين حبايب قلبي. زين اليونت الخامس عندنا The Iraqi Morning News، هاي القطعة، قطعة اللي هي الأخبار العراقية، جريدة الصباح اللي هي القطعة اللي موجودة باليونت الخامس، وهذه القطعة موجودة في صفحة 52 في كتاب الملون. القطعة الأخرى The School for Future تابعة لليونت السادس، وهذه القطعة هي موجودة في كتاب الطالب في صفحة 65. أما القطعة الأخرى موجودة في صفحة 71 في كتاب الملون، والتي تتابع إلى العنوان اليونت السادس، وهي بعنوان Famous Career اللي هي قطعة ابن الهيثم. ابن الهيثم. طيب يونت 7 دي قطعتين، بالألعاب الآسيوية ودولتين أفريقيتين. هذين القطعتين 82 و74 و84 82 و84 اليوم هذين القطعات كلش سهلة. يعني عندك تو أفريقان يحكي عن السودان وليبيا، وعندك تو أفريقان كونتريز يعني دولتين أفريقيات يحكي لك عن ليبيا والسودان. قطعة هذه مال الألعاب الآسيوية يحكي لك عن الألعاب الآسيوية شلون صارت، معلومات كلها عامة وسوالفك، لا 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 صعب ولا هاي، حتى قطع صغار. آخر قطعة هي موجودة في كتاب النشاط اللي هي قطعة علي، هذا كان يكره الدراسة بعدين راح يقوم يصير بيطري، موجودة في صفحة 126. هذني القطع يجوز أنت تشوف إنه هواي، بس إحنا خلنا نحفظ القطعة، مو قصيدة، نحفظ الأسئلة والأجوبة، ومثل ما علمتكم أنت تحفظ الأسئلة والأجوبة تجاوب على أي سؤال. زين وين يجينا هذا السؤال؟ هاي الصفحة الأولى من الأسئلة. السؤال الأول ب فرع أي، وعندك هنا فرع بي، وعندك هنا فرع سي. العفو، إذا تابع إلى السؤال الأول فرع سي، العفواني أنا أريدك تنتبه يمي. إذا هي تابعة للسؤال الأول فرع سي، السؤال الأول فرع سي، السؤال الأول فرع سي، انتبه لزين، السؤال الأول فرع سي. زين شوفون هنا عندك 6 قطعات تجاوب أنت على 5 بس. جاوب على ايش قد؟ جاوب على 5. خوش حكي. زين طبعا اذا تلاحظ هنا السودان يحكي لك عن دوله السودان اللي هي هاي مثل ما ذكرت لكم في الموضوع سهل يعني. فهنا اذا تلاحظ يعني فراغات او اختيارات، يعني الموضوع سهل مو صعب ان شاء الله، توكلوا على الله. اريدك تركز يم زين وتنتبه على كل كلمه اني اقول لك اياها. دير بالك هذا الفيديو كلش مهم حتى يفهمك النظام شلون يصير. ان شاء الله انا وياكم نعلمكم ونرتب الامور كلها. طيب شنو بعد اللي اريد اقول لكم اياه؟ شلون نجاوب هذا السؤال؟ نذكر السؤال الاول فرع سي، نكتب رقم 1 نجاوب. اذا هو اختيار نكتب بس الاختيار، نكتب الاختيار نحطه. اذا هو فراغ انا اكتبه. اذا هو ترو او فوس اكتب ترو او اقول فوس. فهاي الاسئله تجيني ترو فوس اختيار فراغ. إلى هنا حبايب قلبي ينتهي درسنا. صدقوني جدا مريض بس لخاطركم سويت هذا الفيديو. أتمنى من عندكم، أنا ضغطت على نفسي وسجلت الفيديو، أنتم تقدرون هذا تعبي وتنشرون الفيديو لكل الطلاب. إلى هنا ينتهي درسنا.
نشوفكم بدرس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.